بسم الله الرحمن الرحيم. في موقع حلو اسمه تايم دكتور، ده مفيد لو انت مدير وعندك موظفين كتير وموزعين على اكتر من بلد، فعايز تبقى متابعهم، متابع فترات الشغل، متابع فترات الراحة، متابع الانتاجية. فالموقع ده هيفيدك في كده، بيقولك هل انت مدير، هل تعتقد ان الافراد ممكن يكون اكتر انتاجية؟ اكيد. فبيقول لي ابدأ جرب، او ابدأ استدعي الفريق. فاقول له مثلا عايز اجرب الاول، بعد كده هبقى اقول للفريق تعالوا. لان احنا عندنا مشكلة، ممكن يكون ناس كفاءات وكل حاجة، بس عدم متابعة، ممكن تلاقي العمل بيتكرر، ممكن يكون في سوء في الإدارة، ممكن يكون في الناس مثلا مريحة مش حاسة إن في حد بيتابعها. تمام، يعني نادر لما تلاقي موظف محدش بيديله أوامر وهو مكمل، غير أحمد زكي في فيلم أرض الخوف، الإدارة كلها مشيت والإدارة كلها اتفرقعت والمكان كله اتفرقع وهو لسه مكمل في المهمة بتاعته، عجبته الشغلانة باين عليه. فهو هنا بيبدأ ينزل لك التطبيق بحيث ان انت تقدر تتابع الشغل وتتابع الموظفين بتوعك، هتعمل دعوة للموظفين بحيث ان هم كلهم يبقوا بيسجلوا الانتاجية بتاعتهم في متابعة ليهم. اول برنامج بيقول لي سطرني، فبقول له انطلق. ده مفيد طبعا ان انت واخد سبوبة وليك ناس شغالة في اكتر من بلد وبيخلصوا شغل، تبقى عارف خلصوا ايه، عارف مين اللي شغال، مين اللي مش شغال، مين اللي موجود، مين اللي مش موجود. يعني بحس مهم ان انت تعمل متابعة للشغل. بيقول لي سجل البريد الالكتروني كلمة السر اللي انت عملته، فبقول له مفيش مشكلة. بيقول لي اكتب كلمة السر، نجمة 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 نجمة. كده مثلا لو أنا عندي مهمة هقول مثلا المهمة إيه، مين فريق العمل اللي هشتغل فيه. أي حد مثلا هيعمل هيقول آه اعمل استراحة، اضغط على المهمة عشان في وقت بدأ. في زر الموقع، قانون الموقع، الموقع نفسه ممكن تدخل عليه أونلاين اهوت، وممكن تنزله على الاندرويد بحيث تتابع مين اللي داخل على البرنامج ومين اللي مش داخل، مين الاكتف، مين اللي خلص الشغلانه بتاعته وهكذا. تمام، ده من البرامج اللي مفيده جدا، اتمنى يعجبكم، وانا ان شاء الله هعتمد عليه الفتره الجايه باذن الله. الناس اللي شغاله معاه بمقربيه تبدا تسطب. اقدر اعمل مهمه جديده، اقول له مثلا مراجعه المجلة. تمام، واشوف بقى ايه الناس اللي معايا، هقول له ابدأ. فحط هنا مهمة جديدة مراجعة المجلة، تظهر مع الناس اللي شغالة معايا للفريق. طيب لو انا عايز اعمل خد بريك، هقول له خلاص خد بريك. عايز ابدأ اضغط على المهمة لبدء توقيت عملك مجددا، هقول له اشتغل. تمام، فبيقول لي خلاص كده هو بدأ يعد، بيبدأ يعد معايا اذا كنت انا فعلا اشتغلت قد ايه في الوقت دوت في المهمة ديت وهكذا. تمام، خلصت، ممكن تقول له انهاء العمل. طول ما انت شغال موجود، اي مهمة تحب تبعتها للناس هتروح مديله المهمة واسم المشروع وتقول له ابدأ فيها، يبقى في مزامنة بينك وبين فريق العمل. وتقدر من هنا تضيف اي حد انت عايزه الفريق بتاعك، بحيث ان انتوا كلكم تبقوا متابعين، عارفين، عارف مثلا ان فلان ده اشتغل من الساعه كذا للساعه كذا، فلان ده اشتغل، كانك بتعمل تايم شيت. في مره في شركه من الشركات كان الشغل قليل، فكان الاتش ار فاضيين والمديرين فاضيين، فكانوا بيخلونا نملى 4 شيتات تايم شيت كل يوم. ف يعني تقدر تقول كنا كل يوم نقعد ساعه ساعتين نخلص التايم شيت دوت. الله المستعان يعني. فانا شايف ان ده هيوفر كتير جدا، تقدر تنظم بيه الشغل بتاعك، تقدر تشوف انت حتى لو انت شغال لوحدك تقدر تشوف ايه المشاريع اللي انت شغال فيها، مقصود بالمشاريع المهمه اللي انت موكل بيها. ممكن تكون انت المهمه النهارده مثلا ان انا اذاكر فيزياء مثلا لو انت طالب، او تذاكر
مادة معينة، أو في كتب مثلا معينة تخطط إن أنت تقراها فتبقى منظمها. ممكن تبقى تلعب رياضة مثلا، أو تمشي، تظبط وقت حياتك بحيث إن الحياة ما تداش هدر.